منطقة اليونان معروفة من العصور القديمة، عاصمتها أثينا من أعرق المدن، لها إرث تاريخي في قائمة اليونسكو للتراث ب 18 موقع. كل هذا في منطقة اليونان في بوليفارد وورد، واحدة من أبرز الأماكن الجاذبة لزوار موسم الرياض، حيث تتميز بتصاميم عصرية وبسيطة تستحضر خصوصيتها الممزوجة بالانفتاح على الثقافات الأخرى من خلال عناصرها المعمارية التي تمنح الزوار تجربة غير عادية بين مساحات المباني القديمة التي لبست ثوب الفتوى والمعاصرة في موسم الرياض. وتعد المنطقة التي تحمل ملامح سانتوريني أكثر الأماكن ملائمة للمتطلعين إلى قضاء أوقات بعيدا عن الأماكن التقليدية، إذ تحمل في طياتها طابعا يعزز شعور البهجة ويمنح الزائرين إحساسا مميزا في الجزيرة التي جاءت نتيجة الانفجارات البركانية خلفت قوتها المدمرة واحدة من أجمل المعالم الطبيعية العالمية. وتتخذ منطقة اليونان من اللون الأبيض المطعم بالأزرق في الأبواب والنوافذ واجهة خارجية لمبانيها لتوافقه مع العلم الوطني للبلاد. لقناة السعودية فهد مسبحي الرياض.